السلام عليكم. اليوم نروح الولايه تاع الجلفة اللي نقف على تدشين فندق جديد بهذه الولايه، يعني في مدينه جلفة، وكذلك انه فيه حسب تصريح المسؤولين فيه 6 فنادق سوف تنضاف الى القدرات السياحيه الفندقيه لولايه جلفة. إذن نترككم تتابعون، والسلام عليكم. بهدف تعزيز القطاع السياحي بولاية الجلفة، مؤسسات فندقية جديدة تم وضعها حيز الخدمة مؤخرا، حيث تعتبر هذه الفنادق إضافة هامة للبنية التحتية السياحية، وتوفر فرصا جديدة لتطوير السياحة المحلية والداخلية. الله يبارك الله، ما شاء الله، لا ريسيبسيون الداخل، معاملة مليحة، الماكلة مليحة، كلش فيه مليح، إن شاء الله يريح هكذا ويعطيهم الصحة وبارك الله فيهم. الله يبارك، بارمي لي ميور اوتيل هنا في الجلفة، معاملة أنت كنقا، الله يبارك، نهضوا لا فيريتي. فندق 4 نجوم يتكون من 40 غرفة أو 20 جناح. تم دخول حيز الاستقلال مؤخرا. طاقة الاستيعاب 130 سريرا مع خدمات راقية متعددة، منها مطعم، منها قاعة خدمة محاضرات، قاعة ولائم، خدمات مساج، حمام صونا وغيره من الخدمات الراقية، بالإضافة إلى أن الفندق يوظف 50 موظف مباشرة. هذا الفندق أيضا يعد من بين المؤسسات الفندقية التي توفر إقامة مريحة ومرافق عالية الجودة للزوار، حيث يزاوج بين الأصالة والمعاصرة في التصاميم، صقلتها أيادي محلية تبرز المستوى الرفيع بتقديم تجربة لا تنسى. تأسيس كامل مصنوع عندنا هنا في المصانع تاعنا، في الورشات، عندنا ورشات في حاسي بحبح، كامل وشو تشوف هنا، كامل بما فيه الألواح، كيما التأسيس، كيما لامبلومون، كيما لي تيشو، كلش مخدوم هنا، عندنا ورشات في حاسي بحبح، وأيادي من بحبح، وخبرة من بحبح، واللمسة تاع الوالد. ولاية الجلفة عرفت مؤخرا في سنة 22 استلام 6 هياكل جديدة، طاقة الاستيعاب ب 800 سرير، وظفوا تقريبا 180، فتح مناصب مباشرة، كما رانا الفندق اللي رانا فيه كله ارتيزانال بليزارتيزون تاع المنطقة. ننتظر إن شاء الله دخول 6 مؤسسات فندقية في قبل نهاية السنة. كما ستتعزز الحظيرة الفندقية لولاية الجلفة بفنادق أخرى هي طور الإنجاز، حيث تعرف وتيرة الأشغال وتيرة جيدة على أن تسلم في آجالها المحددة، لتصبح بذلك ولاية الجلفة مقصدا ووجهة سياحية بامتياز.